بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 59. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بالإجابة على أسئلة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من مستمع يقول صاد ميم حا من السودان. يقول فضيلة الشيخ، أنا شخص يأتي إلي بعض المزارعين لرهن أراض زراعية مقابل مبلغ من المال بدون تحديد مدة سداد المبلغ، فأقوم بدفع المبلغ لهم ثم أدفع لهم أجرة مقابل زراعة الأرض حسب جودة الأرض، مع العلم بأنه ليس هناك أسعار محددة ويتم ذلك حسب الاجتهاد، فهل في ذلك شيء من الربا؟ جزاكم الله خيرا. يقول أنا شخص يأتي إلي بعض المزارعين لرهن أراض زراعية مقابل مبلغ من المال بدون تحديد مدة سداد المبلغ، فأقوم بدفع المبلغ لهم ثم أدفع لهم أجرة مقابل زراعة الأرض حسب جودة الأرض، مع العلم بأنه ليس هناك أسعار محددة ويتم ذلك حسب الاجتهاد، فهل ذلك فيه شيء من الربا؟ جزاكم الله خيرا. هذا السؤال غير واضح، فإن كان مقصود السائل أن عنده أراضي يؤجرها للمزارعين يزرعونها بأجرة محددة من النقود، أو بالعكس هو يستأجر أراضي من أصحابها بدراهم ويزرعها تكون غلتها له ويدفع لهم أجرة الأرض حسب ما يتفقون عليه من النقود، فهذا عمل لا بأس به على الصحيح، هذا عمل لا بأس به، ويجوز تأجير الأراضي لمن يزرعها أو لمن يسكنها أو لمن ينتفع بها مدة معينة بأجرة معينة محددة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع إبراهيم ألف عين من المدينة المنورة بعث يسأل ويقول، ما الحكم إذا مر أحد المصلين من أمامي وأنا أصلي، هل تبطل الصلاة وهل يجب علي إعادتها أو ماذا أفعل؟ جزاكم الله خيرا. أولا، النبي صلى الله عليه وسلم أرشد المسلمين بأن يتخذوا السترة أمامهم إذا كانوا يصلون منفردين عن الإمام، أو سترة أمام الإمام إذا كانوا يصلون جماعة، فالإمام والمنفرد يتأكد في حقهما الصلاة إلى سترة، أما المأمومون فإن سترة إمامهم سترة لهم، فإذا مر من أمام الصفوف أحد فإنه لا يضر، وأما المرور بين يدي المصلي أو بينه وبين سترته فهذا فيه إثم كبير على المار، كما قال صلى الله عليه وسلم، لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم أمر المصلي أن يدفع المار بين يديه وأن يمنع، فإن أبى فليقاتله، يعني فليدفعه بالقوة، قال صلى الله عليه وسلم فليقاتله فإن معه القريب، يعني الشيطان، فالمرور بين يدي المصلي أمر محرم لكنه لا يبطل الصلاة، ولكن يكون فيه الإثم على المار ويكون فيه أيضا الإثم على المصلي الذي لم يمنعه من المرور بين يديه وهو يقدر على منعه. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. عن الإعادة أو عدمها شيخ صالح، قلنا إن الصلاة لا تبطل بذلك إلا ما جاء في مرور المرأة أو الكلب أو الحمار، فهذا موضع خلاف بين أهل العلم. نعم. والصحيح أنها لا تبطل الصلاة بالمرور بين يدي المصلي، ولكن يحصل الإثم لمن تعمد ذلك. ما شاء الله. نعم. ما شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل إذا صلى الشخص صلاة الوتر تجزئه عن صلاة الليل، وهل يقرأ سورة معينة في صلاة
الوتر، وهل يدعو كما يفعل في صلاة التراويح؟ نعم. جزاكم الله خيرا. هل إذا صلى الشخص صلاة الوتر تجزئه عن صلاة الليل؟ وهل يقرأ سورة معينة في صلاة الوتر؟ وهل يدعو فيها كما يفعل في صلاة التراويح؟ جزاكم الله خيرا. صلاة الوتر من صلاة الليل، لكنها آكدها، آكد صلاة الليل، وينبغي للمسلم أن يصلي قبل الوتر ما تيسر من التهجد، ثم يختم تهجده بالوتر ولو كان قليلا من الركعات، فإن في قيام الليل فضلا عظيما ولو قل، إذا داوم الإنسان عليه واعتاده، لا سيما في آخر الليل قبل طلوع الفجر. وأما السور التي تقرأ في الشفع والوتر، نعم، فيستحب أن يقرأ في الركعة الأولى من الشفع سبح اسم ربك الأعلى، ويقرأ في الثانية من الشفع قل يا أيها الكافرون، ويقرأ في الثالثة وهي الوتر قل هو الله أحد. وإن قرأ بغير هذه السور فهذا أمر جائز، ولكن الأفضل القراءة بهذه السور الثلاث. وأما دعاء القنوت في الوتر فهو مستحب أيضا، إذا دعا في القنوت بعد الوتر بعد الركوع من الوتر فهذا مستحب، وإن لم يدعو فالوتر صحيح ولو لم يحصل معه قنوت، لكن الأفضل أن يدعو الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي رضي الله عنهما: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. وإن دعا بما إن زاد على ذلك بما تيسر من الأدعية الشرعية فلا بأس، ثم يختم ذلك بقوله: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسجد. نعم. يسأل الآن شيخ صالح ويقول: إذا تأخر القيام بالنسبة للإمام في التشهد الأول وقد فرغ من قراءته وفرغت أنا أيضا، هل أدعو أم أسكت حتى يقوم للركعة الثالثة؟ وجهونا جزاكم الله خيرا. تكرر التشهد الأول إذا فرغت من التشهد الأول ولم يقم الإمام، فإنك تكرره مرة ثانية ولا تسكت. نعم. جزاكم الله خيرا. ما هي كيفية الاغتسال؟ وهل تستعمل المنظفات كالشامبو؟ جزاكم الله خيرا. الاغتسال الواجب أو المستحب صفته كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، صفته الكاملة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، أن يستنجي أولا ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ويؤخر غسل الرجلين، ثم يفيض الماء على رأسه ثلاثا يرويه، ويبلغ أصول شعره، ثم يفيض الماء على جسمه ثلاث مرات، ويبدأ بالميامن. هذه هي الصفة الكاملة مع النية من أول الطهارة، ويسمي أيضا في أولها فيقول بسم الله، ثم يغسل رجليه إذا خلص من الاغتسال يغسل رجليه، وإن غسلهما مع الوضوء قبل الاغتسال فلا بأس، إلى الأمرين مخير فيه. والمجزي من الاغتسال أن يفيض الماء على جسمه كله مرة واحدة ولا يبقى منه شيء إلا وقد بلغه الماء، هذا هو المجزي. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذه رسالة من المملكة الأردنية الهاشمية من المستمع سالم عايد العمامرة، يقول: وجد رجل 15 دينارا في الطريق فأكلها كاملة، وبعد حوالي سنة فكر وقال إنها مال حرام، وأراد أن يتصدق بها فأقرض بعض الناس ثم طلبها فلم يعطه إياها، هل يجوز أن يقول إن هذا المال الذي أقرضته بعض الناس أنا أتصدق به عن صاحبه الأصلي، هل يجوز هذا أو لا؟ عليه أن يطالب بالقرض الذي أقرضه، وإذا صدق به على نية الأجر لصاحبه، والقرض هذا ثابت على هذا المال الذي وجده واستنفقه دون أن يعمل بأحكام اللقطة، هذا يكون في ذمته، باق في ذمته، فيخرج ما يقابل هذا المبلغ ويتصدق به، ويطالب المقترض بعد ذلك بما له عليه من الدين، لا علاقة لهذا بهذا. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا وقع الإنسان في غيبة فهل يكفر عن ذنبه بشيء؟ وهل تنصحونه بشيء؟ جزاكم الله خيرا. كفر الغيبة بأن يستحل من
من المغتاب، يطلب منه المسامحة. فإذا خشي أنه إذا أخبره أنه يحصل مفسدة أو لا أو لم يقدر على مقابلته، أن يكون قد ذهب أو مات، فإنه يثني عليه المجالس التي اغتابه فيها ويدعو له، ويكفي هذا إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. يقول: أنا شاب وأقص شعري من الجنبين وأتركه من فوق، هل هذا حرام؟ علما بأنني اعتدت على هذا وأنا صغير، ومجتمعنا إذا لم يفعل الإنسان ذلك يعتبروه مكانا للسخرية ويضحكون عليه، جزاكم الله خيرا. لا أدري ما معنى يحلق شعره من الجنبين، هل هو يحلق عوارض اللحية؟ هذا حرام، لا يجوز، لأن اللحية هي مجموع العوارض ومجموع ما ينبت على الذق، كل هذا من شعر اللحية، فلا يجوز له أخذ العوارض أو حلقها لأنها من اللحية إن كان هذا هو مقصود. نعم. وإن كان المقصود جانبي شعر الرأس، إذا كان المقصود جانبي شعر الرأس، نعم، وهذا ربما يكون هو الظاهر من سؤاله، نعم، فهذا حرام أيضا، لأنه لا يجوز حلق بعض الرأس وترك بعضه، قوله صلى الله عليه وسلم: احلقه كله أو دعه كل. أما حلق بعض الرأس وترك بعضه فهذه مثلة وتشبه بالكفار بالنصارى، طائفة من النصارى، فلا يجوز. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من مكة المكرمة المستمع منصور عبد العزيز بعث برسالة وضمنها جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول: نشاهد في المسجد الحرام الكثير من الإخوة يطوفون بالبيت الحرام، وكذلك نشاهدهم يسعون بين الصفا والمروة، والإمام على المنبر يخطب في يوم الجمعة، بماذا توجهون الناس؟ لا بأس بذلك، لأن الطواف عبادة مستقلة ولا يمنع منه أحد في أي وقت، قوله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة من ليل أو نهار، ولقوله تعالى لخليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين، أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، وفي الآية الأخرى: أن طهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، فقدم الطائفين على الركع السجود وعلى القائمين، فهذا يدل على أن من أراد أن يطوف بالبيت فإنه يمكن من ذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، إذا ما أقيمت الصلاة والإنسان في أثناء الطواف أو في أثناء السعي، بماذا توجهونه شيخ صالح؟ إذا أقيمت الصلاة والإنسان في أثناء الطواف أو في أثناء السعي فإنه يصلي، طيب، صلي مع الجماعة، فإذا سلم فإنه يستأنف الشوط الذي صلى فيه ويبني على الأشواط التي قبله. بمعنى يعتد بما سبق من الأشواط. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل هذا المستمع ويقول: إذا ورث رجل مالا وهو يعلم أن هذا المال الموروث اكتسب بالحرام من ربا ورشوة وغش، هل هذا المال يكون حلال للوارث أم أنه حرام عليه أيضا؟ إذا تيقن أن هذا المال حرام من أي وجه من وجوه الحرام كالربا والرشوة والسرقة والغصب وغير ذلك من وجوه الحرام، إذا تيقن من ذلك فإن هذا المال لا يحل له، لأنه مال حرام ولا يحل إرثه، لأنه ليس ملكا للميت، أنه ليس ملكا للميت، وإنما تورث أملاك الميت، والحرام ليس ملكا للميت. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يحدث كثيرا في المسجد الحرام أن تمر المرأة أمام رجل يصلي، ماذا يفعل والحال ما ذكر؟ هل يقطع صلاته أم يكمل؟ في المسجد الحرام يغتفر فيه ما لا يغتفر لغيره، شدة الزحام وضرورة الناس، وكل ما ضاق الأمر اتسع ولله الحمد، والمشقة تجري والتيسير. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا طلب مني شخص ما أن أشتري له سيارة معينة بالنقد ثم أبيعها عليه بالأقساط مع زيادة الثمن، كان أشتريها ب50,000 ريال وأقسطها عليه بمبلغ 70,000 ريال، هل هذه المعاملة حلال أم حرام؟ جزاكم الله خيرا. إذا كانت السيارة أو السلعة التي تريد أن تبيعها بثمن مقسط في ملكك قبل العقد مع المستدين، أنت تملكها قبل أن تعقد مع المستدين، فلا بأس بذلك، وهذا بيع حلال. أما إذا لم
تكن في ملكك وإنما يتم العقد ثم تذهب وتشتريها فهذا حرام، قوله صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمعة سهى سين صاد من العراق بعثت برسالة وضمنتها جمعا من الأسئلة، في أحدها تسأل: ما معنى قوله تبارك وتعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، وكذلك قوله سبحانه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين؟ فضيلة الشيخ أرجو بيان معنى هاتين الآيتين الكريمتين إذ أن لدي حولها بعض الاستفسار، وهل من آمن بالأنبياء والرسل الماضين لن يدخل الجنة، وهل على الجميع أن يعتنقوا الدين الإسلامي الحنيف؟ جزاكم الله خيرا. أما قوله تعالى لا إكراه في الدين، معناه أن الدين لا يدخل في القلوب بالقوة، لأنه لا يملك القلوب إلا الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فلا يمكن الإجبار على الإسلام وإدخاله في القلوب كرها وجبرا، وإنما يكون ذلك بإيمان الإنسان بقلبه ورغبته في الإسلام. وليس معنى ذلك أنه يترك الجهاد ويقال لا إكراه في الدين، لأن الله أمر بالجهاد، والنبي صلى الله عليه وسلم جاهد الكفار والمشركين واليهود والنصارى، فمعنى الآية واضح بأنه لا يملك أحد إدخال الإيمان في قلب أحد بأي طريق، لا بالإكراه ولا بالجبر ولا بغير ذلك، وإنما هذا بيد الله سبحانه وتعالى. وأما بقية السؤال وهو أن من آمن بالرسل كلهم ولم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به فهذا كافر ولا يصح إيمانه بالرسل، لأن من جحد رسالة نبي واحد من الأنبياء فقد كفر بالجميع. قال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجوره وكان الله غفورا رحيما. وهذا الذي كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم أو بعيسى عليه الصلاة والسلام أو بغيرهما من الرسل، من كفر بنبي واحد فقد كفر بالجميع، خصوصا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يسع أحد من أهل الأرض إلا أن يتبعه. قال صلى الله عليه وسلم لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا دخل النار. نعم. تسأل أيضا هذه المستمعة وتقول: ما هي علامات يوم القيامة؟ وهل ظهر منها شيء؟ وما هي آخر علامة من علامات يوم القيامة؟ جزاكم الله خيرا. علامات يوم القيامة كثيرة، منها العلامات الصغرى والعلامات المتوسطة والعلامات الكبرى، وقد حصل أكثرها، وأولها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه نبي الساعة عليه الصلاة والسلام لا نبي بعده، وظهر كثير من العلامات. الله جل وعلا يقول: هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، أي علاماتها. وآخر علامة من علامات الساعة والله أعلم طلوع الشمس من مغربها، حيث لا تقبل التوبة من أحد ولا يقبل الإيمان من أحد حين ذاك. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. لدي أم كبيرة وهي لا تعرف القراءة والكتابة، لكنها تستطيع قراءة الفاتحة وبعض السور القصار وتذكر الله، ولكنها لا تصلي لأنها لا تعرف كيف ولا تستطيع القيام والركوع لأن ذلك يشق عليها، وأريد أن أعلمها الصلاة. سؤالي فضيلة الشيخ: هل يجوز لها أن تصلي وهي جالسة؟ وكيف يكون ذلك؟ جزاكم الله خيرا. ما دام عقلها موجودا وتفكيرها موجودا فإنها تلزمها الصلاة وتصلي على حسب حالها، جالسة قائمة أو قاعدة أو على جنبها، على حسب استطاعتها. وعليكم بتعليمها الصلاة، يجب عليكم ذلك، تعلموها الصلاة وأركانها وشروطها وكيفيتها، يجب عليكم ذلك، ويجب عليها أن تصلي على حسب استطاعتها. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم عند تأديتي لصلاة الوتر وعند قراءة عند القراءة في الركعة الأولى أقرأ سورة بدل سورة الأعلى، ولم أنتبه إلا فيما بعد، هل يجوز ذلك وهل يلزمني السجود للسهو؟ قراءة سورة الأعلى ليست واجبة، إذا قرأتها غيرها جاز ذلك. جزاكم الله خيرا. هل هناك دعاء خاص بالقنوت أم يجوز الدعاء بأي دعاء من القرآن ومن غيره؟ جزاكم الله خيرا. الأفضل أن يدعو بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، تولني في من توليت، وقني شر ما قضيت، إلى آخر الحديث، ويراجع في كتب الحديث. وإن كان لا يعرف هذا الدعاء فإنه يدعو بما تيسر، وإن عرفه وزاد عليه فلا بأس بذلك مما يوافق الكتاب والسنة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من دولة الكويت رسالة بعثت بها مستمعة تقول: ألف سين، ما المفروض أن تلبسه والدتي في فترة العدة، علما بأن غالبية ملابسها ملونة؟ جزاكم الله خيرا. تجتنب لباس الزينة، وما عدا ذلك تلبس ما شاءت مما جرت عادة النساء بلبسه. ليس لعدة الوفاة ثياب مخصوصة كما يظن بعض الناس، وإنما تلبس ما اعتاد، إلا أنها تتجنب ثياب الزينة والثياب غير الساترة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. والدتي في العدة ولدينا خادمة غير مسلمة، هل يجوز لهذه الخادمة أن تبقى مع والدتي والحال ما ذكر؟ الكافرة لا يجوز بقاؤها في البيت ولا استخدامها، لأن الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يالونكم خبالا. فلا يجوز بقاء الكافرة في بيت المسلمين، لا في حالة عدة الوفاة ولا في غيرها، فعليكم بتخلص من هذه الخادمة وإبعادها عن بيتنا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يا صالح، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بالإجابة على أسئلة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، وكان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.